وصف ام بي سي ب 30 كلمه. ب 30 كلمه 30 في يكونوا عربي انجليزي. ب 30 كلمة شركة محترمة حبينا الشغل فيها كتير. عم بتعد والكلمات أوكي. حبتنا كتير كمان. تحفة. بحبها. جميلة. الأم يعني منارة. البي يعني بحبك. السي ثاني. شو السي؟ يا الله. سي صورة حلوة وهيدي صورتك الحقيقية ام بي سي بفضل كل الفريق العمل كل هالعائلة الحلوة. ام بي سي محطة رائدة في عالم الإعلام، تطورت وطورت، قدمت وتقدمت. ام بي سي سباقة، ام بي سي هي الترند، ام بي سي هي عطول، هي المستقبل. المكان اللي ولدت فيه واللي ترعرعت فيه واللي حبيته كتير واللي تعلمت منه كتير واللي بحبه كتير ورح ضل حبه. طامحة، رؤيوية، جدية، تحت الهم المشاهد. لها مستقبل رائع من تطور لتطور، خدمة الإعلام العربي، خدمة الجمهور العربي. فيها فرص إنه الواحد يطلع بشخصيته بحقيقته ويحكي ويعبر عن كل قصص العالم عالمنا. بتحترم المذيعين بتوعها، متألقة دايما، قناة كل العرب. ام بي سي محطة ما بتشبه أي محطة تانية، محطة العربية المميزة بعتقد، لأنها بتجمع كل العرب عن جد، ما فيها لون واحد، هي عدد من الألوان، فين نقول عنها هي الأحمر والأخضر والأصفر وكل الألوان، هو كلمات وصف يعني. ام بي سي كل شيء. ام بي سي بقلبنا، ام بي سي بنحبك كثير، ام بي سي أنت صعب شو دغري هيك 30 سنه يعني I have to think about it. اكثر من هيك هي بايونيرينج بكل شيء، باهم انتاج، اهم اعلام، افضل تصوير، افضل تمثيل، افضل اخبار. قناه مثقفه، قناه محترمه، قناه بتحب العالم العربي كله. والله عندي 30 وصف الام بي سي بس مش جايين في راسي دلوقتي. استمرارية نجاح 30 سنة منا هينة، بس أكيد النجاح كمان ناطرك ب 30 السنة الجاية. بعد شي 27 كلمة كل هو؟ بتخطط، بتنفذ، بتوصل صح، بتأثر، بتجن أوقات، عاقلة جدا. اوكي اودي ضرب ثلاثة. ام بي سي اسم خاص بالنسبة لنا و ثانك يو فيري ماتش.